اسلام، انت بتقول ان مارسيل كولر هو يعني كان محق في الطريقه اللي هو ادار بيها الجيم النهارده. طيب انا بقول دايما ان المدير الفني خاصه المدير الفني النادي الاهلي بيتمنى ان هو يبقى فاعل طول الوقت، ان هو يفرض اسلوبه في كل المباريات، لكن في اوقات مش قادر تبقى فاعل فبتبقى رد فعل، فانت ممكن تبقى معتمد على انك يعني تبقى تعمل يعني هجوم متقدم او تضغط من قدام، فتلاقي ان الفرقه اللي قدامك بتعمل بيلد اب كويس او بيطلعوا بكوره كويس، فيبقى شكلك وحش يعني هتخسر الشكل بتاعك. فالمدرب بيضطر اوقات يبقى رد فعل، وده ذكاء من المدرب انه يبقى عنده مرونه، لانه وزي ما كنت لسه بحكي لك انه في سنه اللعبه بتتعمل اللي بيضغط ضغط عالي دايما بيضغط ضغط عالي بيبقى عنده مساحات بالظبط، فهو خايف عنده مساحات في ظهره، بيبقى عنده مساحات دايما في ظهره، فاضطر انت برضو متستنى تلعب تلتين ملعب بالزبط. الفرقه بتلعب في 40 يارده فبتحركوا مع بعض رايحين جايين مع بعض، وبالتالي خد بالك في حاجه بقى مهمه جدا، انه في فرق معينه بيبقى عندها شراسه هجوميه، او فرق مثلا بتمتاز بالدفاع، او بيراميدز من الفرق اللي بتمتاز بالاستحواذ، وتاكس هو بيحب القصه دي، فانت بتلعب مع مدرب هو عايز يستحوذ اكتر ما عايز يكسب، يعني هو استحوذ مع وادي دجله لحد ما نزلهم درجه ثانيه مش عارفين يصعدوا، فالراجل هو بيحب الاستحواذ جدا، اديله الاستحواذ عشان يهدى، فاهم قصدي؟ فهو ده الاستحواذ. خد بالك يعني برضو تصريح كولر اللي انا استغربته على الهواء في الاول ده 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 عادي، هو انه يترك الاستحواذ للاعيبه عشان يرقهم بالظبط، وانا هاخد بالمباراه. خد بالك يعني فيريرا برضو مع الزمالك السنه اللي فاتت والسنه دي عمل كده كتير جدا، احنا كنا بنشوف الزمالك في اوقات بيلعب قدام فرق مش يعني مش الاهلي ومش بيراميدز، فرق ثانيه يعني المفروض انه فبيسيب الاستحواذ لفرق ثانيه وفي الاخر بيطلع كسبان المباراه، عمل كده اصلا مع النادي الاهلي، ويمكن الشكل ده بقله الموارد والامكانيات اللي كانت معاه السنه اللي فاتت هي دي اللي ساعدته ان هو يفوز بلقب الدوري. انا بعتذر لمدير الفني النادي الاهلي على الهواء، بعتذر له جدا. انا فهمت غلط. فهي سيناريوهات، يعني انت كده كان المدير الفني دايما بيبقى قبل المباراه عنده تخيل، لانه بيبقى عارف شكل النادي الاهلي بيلعب ازاي، فالمدرب بيقسم المباراه بتاعتك عندك 90 دقيقه، في مدرب بيلعب نص ساعه بشكل ونص ساعه بشكل ونص ساعه ثانيه بشكل ثاني، ده سيناريو هو بيبقى يعني مخطط له قبل المباراه مع الجهاز المعاون بناء على رؤيته للنادي الاهلي، شايف ما فيش حد ما يعرفش النادي الاهلي يعني، ولما او بيراميدز يعني، ولما بتدخل في المباراه بتشوف بقى هل السيناريو اللي انت مخطط له الامور ماشيه بنفس الشكل ولا لا، ممكن يفاجئك حاجات في الماتش، فالحاجات دي تخليك انت تغير بعض الحاجات حسب سيناريو المباراه. يعني انت كمان انا عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي احترم جدا نادي بيراميدز، احترمه جدا، لان لو هو فضل ان انا النادي الاهلي اضغط ضغط عالي وافضل اعمل زي المباريات اللي فاتت اضغط ضغط عالي، كان ممكن النهارده لان النادي الاهلي يخسر ممكن ما تكسبش. وخد بالك ان برده مباراته كمان مع بيراميدز النهارده زي ما بقول لك، النهارده الناس عرضوا عليه الاحصائيات اللي موجوده قبل كده وشكل الديربي ما بين الفريقين بالزبط. فبالنسبه له خد بالك ان هو يخسر من بيراميدز هتعمل له علامه سلبيه مع الجمهور، فالراجل محتاج يكسب ثقه الجمهور. والناس كانت بتحب موسيماني ليه؟ كان بيكسب الزمالك طول الوقت، الديربي اللي بيحبوه بيكسبوه طول الوقت، فاهم؟ الفرق الكبيره فاهم، والماتشات الكبيره في افريقيا كان كلها بيكسبها، عشان كده موسيماني معلق مع جمهور النادي الاهلي، فالراجل ده اكيد كل ما يقعد في مصر كل ما يبقى عارف الامور بتمشي ازاي، فاكيد طيب. وصل له المسج انه محتاج تكسب الدربيات علشان يعني تبقى عندك علاقه جيده مع الجمهور يعني. عظيم جدا.